بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم متابعين قناتنا تعلم حرفة المستقبل. اليوم سوف نتكلم على عدة نقاط مهمة عن الإيبوكسي الميتاليك، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. في البداية لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس التنبيه ليصلك جميع شروحاتنا ودروسنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. أولا، كي نقوم بإنجاز الإيبوكسي ميتاليك لابد من عمل طبقات الأساس وتركها لمدة 24 ساعة، وبعدها نقوم بعمل طبقة ذاتية التسوية كما شرحنا في الدرس السابق، وكما تشاهدون نتركها لمدة 24 ساعة ثم نبدأ في صب الإيبوكسي الميتاليك، ونسب الخلط تجدوها في العبوة مكتوبة بالتفصيل. وبعد صب المصلب كما تشاهدون على الإيبوكسي ميتاليك نقوم بخلطه لمدة 3 دقائق أو دقيقتين، ثم نتركه يرتاح دقيقتين، وبعدها يتم صب وفرد على الأرضية وتوزيعه جيدا كما تشاهدون. نود أن نشير هنا إلى نقطة في غاية الأهمية تخص منتج الميتاليك من شركة ريناكسان، حيث أنها تقوم بإنتاج الإيبوكسي الميتاليك جاهزا للاستخدام دون استخدام أي نوع من البودرات أو الألوان. وتلاحظون أثناء الخلط الإيبوكسي الميتاليك كان الإيبوكسي جاهزا للاستخدام دون استخدام أي نوع من البودرات، وهناك من يستخدم البودرات لإضافتها للإيبوكسي كي يصبح ميتاليك. وتلاحظون أيضا عدم ترصب المواد ضمن العبوة مما يجعله منتجا مثاليا لتشكيل التأثيرات الديكورية على الأرضية الإيبوكسية من شركة ريناكسان، وأيضا من خلال استعراض طريقة التنفيذ تشكيل التأثيرات الديكورية على الأرضية الإيبوكسية. النقطة الثالثة، تنفيذ الإيبوكسي الميتاليك يختلف حسب السطح الذي نريد التطبيق عليه، سواء كان بلاط أو خرسانة أو سيراميك، حيث نوعية السطح لها دورا كبيرا في اختيار الطبقات ومراحل اللازمة للعمل للحصول على شكل الميتاليك المرغوب فيه. مثال هذا الفيديو الخاص كما تشاهدون، قمنا بالإيبوكسي الميتاليك على السيراميك بعد صنفرة الأرضية وعمل طبقة الأساس ثم طبقة ذاتية التسوية، ثم قمنا بالإيبوكسي الميتاليك. وملخص على ما قلنا في هذا الشرح أن الإيبوكسي الميتاليك هو فن ديكوري تظهر فيه لمسات المنفذ بشكل واضح، ولا يمكن أن نحصره في طريقة تنفيذ واحدة معينة أو بشكل معين. وأيضا نوع المنتج له دورا مهما أيضا في تحديد مراحل العمل. وفي الأخير، لمزيد من المعلومات عن هذه المنتجات شركة ريناكسان، يرجى التعليق على المنشور أو مراسلتنا على صفحتنا وسوف يتم الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير، هذا هو درسنا اليوم. نرجو من الله أن نكون قد أفدناكم في هذا الشرح، فلا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو مع الجميع يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.